السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا شباب. معنا النهاردة مع فيديو رقم 7 من سلسلة Penetration Testing Labs بعنوان Metasploit Attack Part 1. النهاردة هناخد إيه؟ النهاردة هناخد الميتاسبلويت. الميتاسبلويت فريمورك، فريمورك ده برنامج، يعني ما تقدرش تقول تول، تقدر تقول مجموعة من التولز مجمعة كده تحت منصة الميتاسبلويت. ممكن تعمل بيه حاجات كتير جدا، هاك على بي سيز، ممكن تعمل بيه مثلا سيمفود اتاك، دينايل اوف سيرفيس اتاك، تقدر تعمل بيه حاجات كتير جدا. احنا بنستخدم النهارده الميتاسبلويت في اختراق الاجهزه، ازاي نكاري الباتش او نكاري الباك دور او نكاري الفيروس. الفيروس ده ازاي نخفي الفيروس ده بقى، يعني مثلا ايه ندمجه مع صوره بي دي اف، برنامج، اي حاجه. ازاي نخترق جهاز في اللان بتاعتنا او جهاز بره اللان، يعني جهاز على الوان كونكشن او جهاز على الانترنت. طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دلوقتي عندي جهاز الاتاكر وده اللوكال فيكتيم، الجهاز اللي انا هخترقه. هخش بقى ايه على الكالي لينكس. اول حاجة انا عايز اكريت الفيروس، هكتب فيلي فيجن، ده تول بيتكريت لك باك دورز. اكتب لست، هختار بايثون متربريتر ريفرس تي سي بي، متربريتر ريفرس تي سي بي، تمام كده 31. وهعمل سيت الهوست 10.0.0.2 الاي بي كالي، سيت البورت، البورت اللي هيكونكت عليه جهاز الضحيه، يعني جهاز الضحيه هيستلم الفيروس، هيدوس عليه الفيروس، هيفتح كونكشن على الاي بي بتاع الكالي وعلى البورت بتاع اللي على الكالي اللي هخليه مثلا 443. واعمل جنريت وهكتب مثلا اسم فايل مثلا باك دور واعمله بالباي انستولر. ونستنى بقى ايه شويه. طيب ده كلام جميل جدا. ده بيقول لك ان المسار اللي اتحط فيه الفيروس بنتنت دوت اي اكس اي الاكسكيوتابل. طيب انا هعمل اكزيت، اكزيت برضو، وهعمل كوبي من اليوزر شير فيل او بوت، او بوت كومبايلد باك دور دوت اكس اي، هحطه في الروت ديسكتوب، هسميه مثلا احمد دوت اكس اي. وادي الفيروس اللي اتكريت عندي وهاخده بره كده على الويندوز، بيست، ده الفيروس بتاعي. طيب انا ممكن مثلا ايه ادمج الفيروس ده مثلا بصوره، على سبيل المثال ممكن ادمجه بصوره، فمثلا هستعمل برنامج الايزي بايندر. انا كليك يمين، تمام كده، تمام. انا مثلا هفتح، هروح على جوجل وهكتب مثلا ايه جيبج، جيبج ايكون، ايكون دي الجيبج ايكونز. ممكن مثلا ايه اختار ايكون يعني مثلا لو انا رحت جيت خدت مثلا ايكون دي هي دي بامتداد بي ان جي، لا مش تبعنا، شوف دي مثلا دي برضو بامتداد بي ان جي، انا عايز حاجة بامتداد ايكو، نشوف دي مثلا، دي تمام، حلو اوي كده، هي اتحملت اهي، هفتح كوبي، كليك يمين وهحطها مثلا على بيست، هنزل اي صورة مثلا، اي صورة يعني
تاخد الصورة دي مثلا. كليك من سيف، حطها في الديسكتوب. دي الصورة ودي الايكون، وانا عندي ملف الفيروس. هفتح الايزي بايندر اهو، تمام. احط هنا بقى ايه في افتح بس الايزي بايندر اهو، احط هنا الفيروس والصورة. ادي الفيروس عندي، واحط هنا الصورة. لا دي الايكون، انا احط هنا الصورة اهي، تمام. واروح على السيتنجز، احدد سيلكت ان ايكون. الايكون بتاعتي اهي اللي هو دي، تمام. وسيلكت اول اوتبوت اور سورس، ماشي. هعمله مثلا ايه، احمد دوت جي بيك، سيف. واروح على الفايلز واعمل بوينت فايلز. تمام، هو كده يعتبر خلص. الاول بس ايه، لا هحوله مثلا هنا دي تي اكس، بس انا مثلا هعمل هنا احمد دوت جي بيج. طيب، وطبعا هتقول لي، او انا دلوقتي لو اديت الفيروس ده بقى على هيئه صوره للضحيه، ما هو لو شاف امتداد اي اكس اي مش يعني مش هيفتحه. هقول لك، لان هو مثلا لو انا مثلا انا كاشف عندي الامتداد في ويندوز 8.1، يعني اغلب الاوبريتنج سيستمز مش بتكشف الامتداد، لكن انا مشغلها عندي. لكن لو انا جيت مثلا هنا على ويندوز 8، على ويندوز اكس بي، بيست، لا مش ده، اهو اهو، انت ظاهر عندك بامتداد اهو جي بيج، لكن هو اصلا في الحقيقه امتداد اي اكس اي، واضح كده. طيب انا هاجي على الكالي، هاجي اعمل ميتا، هكتب سيرفيس. انا دلوقتي كريت الفيروس، هعمل هنا سيرفيس بوست جري سيكوال ستارت، و ثم سيرفيس ميتا سبلويت ستارت. اها تمام. وبعدين هعمل ام اس اف كونسول، دلوقتي انا هشغل الميتا سبلويت. ادي الميتا سبلويت فتح عندي اهو. هكتب يوز اكسبلويت مالتي هاندلر، وبعدين هكتب سيت بايلود ويندوز متر بريتر ريفرس تي سي بي، وبعدين هكتب سيل الهو سيت الهوست 10.0.2 اي بي كالي، وسيت البورت، البورت اللي انا عملته 443. ثم هعمل اكسبلويت، وانا بيقول لك ستارنج ذا بيلود هاندلر. هو دلوقتي مستني اي حد يفتح الفيروس. انا مثلا لو جيت الفيكتيم هنا فتح مثلا الفيروس هنا، فتحته، هتروح هنا اهو، بيقول لك سيندنج ستيج. دلوقتي بقى ايه، استلم الفيروس، والفيروس فتح لك متربريتر سيشن. لو انا جيت على المتربريتر سيشن، انا دلوقتي كده على الجهاز، على الجهاز الضحيه. لو انا جيت عملت هيلب، انا بقى مش عارف اكتب ايه هيلب. هو بيقول لك مثلا تكتب ايه، قال لك لو انت عايز تشوف مثلا هو بيكتب ايه، ستارت كابتشرنج كي ستروكس، اعمل كي سكان ستارت، تمام. لو انت عايز تشوف بقى اللي هو كتبه، اللي هو كتبه، انت دلوقتي بتراقب اللي هو كتبه، لكن هو بيسيف لك اللي هو كتبه في ملف كده، فانت هتفتح الملف ده بامر كي سكان دامب. انت عايز مثلا تشوف السكرين شوت، الحاجه اللي هو فاتحها. ادي مثلا لو جبت سكرين شوت، يقول لك اتسيفت اهي للروت. انا هفتح الروت اللي هو ملف الهوم، وادي الصوره اللي هو فتحها،
اهو. لو انا مثلا عايز اشوف هو، هعمل مثلا هنا كي سكان ستارت، كي سكان ستارت. فالراجل ده لو جه مثلا على الفايرفوكس مثلا، وهكتب www.facebook.com، طبعا انا هعمل بس ريسيت ليه. بس هنا اكزت واعيد الامر مرة تانية و اكسبلويت اهو. تمام، اجي على جهاز الضحية برضو، هفتح برضو مرة تانية. هنا الكالي برضو بيقول لك ان هو فتح ميتال بريتر سيشن اهو. هكتب هنا برضو كي سكان ستارت، وهروح على البي سي وهكتب هنا بقى ايه. يعني مثلا لو انا جيت كتبت مثلا الايميل احمد دوت رأفت 880 at hotmail.com، والباسورد مثلا احمد 123، واضح كده. لو انا جيت رحت على الكالي وجيت عملت كي سكان ضمب، هو بقى هنا بيجيب لك الراجل كتب ايه. بيقول لك الراجل كتب احمد دوت رأفت 880 at hot mail dot com. طبعا انا كتبت اتش او اي ثم مسحت الاي، فبيقول لك ان هو ده سباك تي ميل تي اي ام اي ال. طبعا انا كتبت الهوت ميل غلط لان هو هنا اي ام اي ال، انا فعلا كتبت تمام. وبعدين تاب عشان اتنقل للناحية التانية، واحمد ما جيت كتبت ال بالغلط، عملت باك، وبعد كده رحت كتبت نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3. يبقى هو كده بيجيب لك برضو هو بيكتب ايه. ممكن انت مثلا على سبيل المثال ممكن تراستر الجهاز، لو انا جيت مثلا جيت عملت ريبوت، او ممكن تعمل شوت داون. واضح، انا جيت عملت شوت داون الجهاز بتاع الضحيه قفل، هيقفل دلوقتي. طيب، ده كلام جميل جدا. فانت عندك ايه حاجات كتير ممكن تشتغل عليها في على الميتربريتر. ممكن تتحكم في الجهاز، تشوف كل حاجه هو شغال عليها، ممكن تشوف البراوز الفايلز بتاعته، ممكن تشوف الفايلز بتاعته، ممكن لو هو عنده ويب كام انت تشغل الويب كام، وكذلك تقلال كابتش الكيك الويب كام سناب، وكذلك تشوف الويب كام هي بتصور ايه. ممكن تريكورد لو هو عنده مايك مثلا، ممكن تشغل المايك وتريكورد ده هو بيسجل ايه. عندك حاجات كتير جدا ممكن تتحكم فيها. تمام، انا اعتبر خلصت الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.